هل يجوز إذا تزوجت الفتاة أن تشترط لأمها بعض المال وكذلك لجدها وعمها أو لأحد المذكورين، وذلك يتم برضا الزوج وأهله؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، أن تشترط المرأة قسما من صداقها لأبيها أو لأمها أو لأحد أقاربها، بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وأيضا في الحديث: ما حق الشروط أن توفوا به فاستحللتم به الفروض. فلا بأس أن تشترط المرأة أو وليها على الزوج الصداق لأبيها أو لقريبها، ويكون ذلك من جملة صداقها. جزاكم الله خيرا.